بسم الله الرحمن الرحيم. مع التمرين الأول في حركة قذيفة في مجال الثقالة المنتظم، كما تلاحظوا على السبورة أن عندنا قذيفة يتم إرسالها من النقطة O، أصل المعلم ROEG الذي نعتبره جاليليا. يتم إرسال القذيفة عند اللحظة تساوي زيرو، وسنهتم بدراسة حركة مركز القوصور للقذيفة في المعلم المذكور. القذيفة يتم إرسالها بسرعة بدئية في زيرو مائلة بزاوية ألفا بالنسبة للمستوى الأفقي المرمى على بعد مسافة دي فتحة تساوي 9.15 متر. نجد جدارا يتكون من واحد الشخص يعني واقف، الارتفاع اش فتحة تتساوي عندنا في التمرين 1.75 متر. على بعد مسافة دي 25 متر توجد شبكة طوله اش 2.44 متر. السؤال الأولاني اللي مطلوب منا هو أننا نحددو يعني المعادلات الزمنية للحركة، ثم معادلة المسار في المعلم ROEG. المعادلات الزمنية غادي نستعملو أولا قانون نيوتن في المعلم ROEG الذي نعتبره جاليليا، مجموع القوى الخارجية تساوي كتلة القذيفة في متجهات التسارع لمركز القصور. من خلال المعطيات جميع الاحتكاكات مهملة، يعني أن القوة الوحيدة المطبقة على القذيفة هي P، غتعطينا تساوي MIG. باش نحددو المعادلة الزمنية X و Y، سنقوم بإسقاط هذه العلاقة تارة على المحور OX وتارة أخرى على المحور OY. إسقاط إكس غيعطينا بي إكس تساوي إم أي إكس. قيمة بي إكس بحكم أن بي شقولية نحو الأسفل فهي عمودية على المحور إكس، إذا إسقاط عطينا صفر تساوي إم أي إكس. وبما أن الكتلة تخالف صفر يعني أن قيمة التسارع إحداثية التسارع على المحور إكس غتساوي لنا صفر. غنمشيو ل إيكغيك نفس العملية، تعطينا بي إيكغيك تساوي إم أي إيكغيك. بي و إيكغيك متوازيان ومنحيان متعاكسان، إسقاط بي إيكغيك على إيكغيك هي موان بي، تعطينا إم في الإحداثية التسارع على إيكغيك. ناقص بي هي ناقص إم في جي، تعطينا إم أي إيكغيك نختزل بي إم، تعطينا إحداثية التسارع على المحور إيكغيك هي ناقص جي ناقص 10 متر سكوند موان 2. حنا الهدف من التمرين هو تحديد الإحداثية وتحديد المعادلة الزمنية إكس لي تي و إيكغيك لي تي من خلال قيمة أإكس و أإيكغيك. غادي نحددو أولا إحداثية ديال السرعة في إكس و في إيكغيك، ثم بعد ذلك غادي ندوزو لمعادلة الزمنية إكس لي تي و إيكغيك لي تي. قيمة AX هي صفر، قيمة AY هي مهندس. تنعرف بأن AX هي المشتقة ديال إحداثية السرعة على X. إذا كانت المشتقة VX صفر يعني أن VX ثابتة، وهذه الثابتة في الشروط البدئية هي V0X، و V0X هي إسقاط V0 إسقاط المتجهة V0 على المحور ديال X. خصنا لو نردو البال المنحة باش مرتكبو شي خطأ في الإشارة ديال إحداثية V0X. المنحة ديالها هو نفس المنحة الموجب للمحور X، إذن فهي موجبة. من خلال المثلث قائم الزاوية هنا إلى درنا كوس ألفا تعطينا في صفر اكس على في زيرو، يعني ان في زيرو اكس هي في زيرو كوسينوس الفا، يعني تعطينا في زيرو مضروبة في كوس الفا هذه في اكس. نمر الى اي غريك نفس العملية،
هي دي على دي تي في إيكغيك. غنديرو الدالة الأصلية، الدالة الأصلية في إيكغيك دي في إيكغيك على دي تي هي في إيكغيك. الدالة الأصلية ديال تابيتا ناقص 10 هي ناقص 10 تي زائد إن كونستانت ناقص 10 تي زائد هاد لا كونستانت في الشروط البدئية هي في زيرو إيكغيك. إسقاط في زيرو على إيكغيك تعطينا لو فيكتور في زيرو إيكغيك. غادي نكتب التعبير ديالو اون فونكسيون دو في زيرو يا ألفا. المنحد في زيرو إيكغيك نفس المنحة الموجب صافي ديال إحداثية موجبة. يمكن لي نستعمل نفس المثلث سينوس ألفا، سينوس ألفا المقابل، والمقابل هاد المسافة هي في زيرو إيكغيك، يعني هاد المقابل تيمثل في زيرو إيكغيك. سينوس ألفا المقابل على الوتر، دونك سين ألفا سي في زيرو إيكغيك سيغ في زيرو، يعني أن في زيرو إيكغيك هي في زيرو ملتيبليي باغ سينوس ألفا. غادي نحيدو في زيرو إيكغيك، غنحيدو في زيرو إيكغيك، غادي نبدلوها ب في زيرو فوا سينوس ألفا. الآن عندي إحداثية ديال في إكس والإحداثية ديال في إيكغيك. من خلال إحداثية في إكس تنعرفوا بأن في إكس سيكوا المشتقة ديال إكس، وعوض في إكس بماذا؟ في زيرو كوس ألفا. الدواء الأصلية، الدالة الأصلية دي إكس سور دي تي سي إكس، فيت أتونسيون هادي ثابتة ما فيهاش الزمن. دابغي لي دوني في زيرو عندها قيمة ديالها 17 وألفا عندها قيمة ديالها 30 درجة، سيتادير هذا المقدار لا يرتبط بالزمن، ثابتة. الدالة الأصلية ديال ثابتة هي ديك الثابتة في زيرو كوس ألفا في تي زائد سي. سي بالشروط البدئية هي إكس صفر. ماذا تمثل إكس صفر؟ إكس عند اللحظة تي تساوي صفر. فين اختارينا تي تساوي صفر؟ من خلال المعطيات كان في أصل المعلم. إذن إكس أو تساوي صفر يعني أن الثابتة منعدمة. نفس العملية الإيكغيك، في إيكغيك هي المشتقة إيكغيك بالنسبة للزمن. عندنا في إيكغيك هي ناقص 10 تي زائد في زيرو سينوس ألفا. الدالة الأصلية دي إيكغيك على دي تي سي إيكغيك. الدالة الأصلية ناقص 10 تي هي ناقص 5 تي كاري. إلا ضربنا إلا درنا مشتقة 5 تي كاري تعطي 10 تي زائد في صفر تابيتا سينوس ألفا تابيتا. الدالة الأصلية ديال تابيتا هي تابيتا في الزمن زائد تابيتا. إذا تعطينا في زيرو سينوس ألفا في تي زائد إن كونستانت. هاد لا كونستانت في الشروط البدئية سي إيكغيك زيرو. إيكغيك زيرو هو إيكغيك ديال أو، لماذا؟ لأن تي تساوي صفر كاينة في أو، إذا تابيتا ما كايناش صفر. إذا غتلاحظوا معايا بأن حصلنا على ماذا؟ على الإحداثيات إكس دو تي و إيكغيك دو تي. إكس دو تي هي في زيرو ملتيبليي بار كوس ألفا في تي و إيكغيك دو تي هي ناقص 5 تي كاري زائد في صفر في سينوس ألفا مضروبة في تي. طريقة الحصول على معادلة المسار، معادلة المسار يعني العلاقة بين إيكغيك و إكس انديبوندون دي طون. إذا سنقصي الزمن. المعادلة الأولانية ستعطينا تي هي إكس سور في زيرو كوس ألفا، ويتم تعويض الزمن في المعادلة الثانية. إذا في الثانية تعطينا إيكغيك هي ناقص 5 عامل، تنخليو استثنان الزمن تي يعوض في التعبير اكس سور في زيرو كوس لي الفا بلس في زيرو سينوس الفا عامل لي تي، والتي قلنا هي اكس على في زيرو كوسينوس الفا. في النهاية تعطينا ناقص 5 على في صفر او كاري كوسينوس او كاري الفا اكس كاري.
بلس كوا اختزل في في صفر سين الفا على كوس الفا هي طنجونت الفا اكس. هذه معادلة المسار ديال مركز قصور القذيفة في المعلم إيرويجي، وتلاحظوا بأن معادلة من الدرجة الثانية، هذا يعني أن حركة في المعلم إيرويجي حركة شلجامية، إذا المسار غيكون مسار شلجامي. إذا المعادلة غنسجلها هنايا هي ناقص 5 على في صفر أس 2 كوس كاري ألفا في إكس مربع زائد طنجونت ألفا ملتيبلي بار إكس. هذا السؤال الأول. نمر إلى السؤال الثاني. جوج واحد. السؤال الثاني، عفوا بقي السؤال الثاني في السؤال الأول. هذا السؤال واحد واحد. الآن مع السؤال واحد جوج. واحد جوج. أوجد القيمتين الحديتين للسرعة في زيرو لكي تسكن الكرة في الشباك. يعني بغينا نعرفوا هاد اللاعب اللي غادي يقذف هاد الكرة هادي بواحد لافيتاس في زيرو بزاوية ألفا ثابتة اللي هي 30 درجة. غتلاحظوا بأن هاد الكرة قلنا حركة شلجامية، سابو تمشي شلجام ودخل من الشباك من هاد النقطة هادي، ممكن تمشي ودخل من هنا، ممكن تلج إلى الشبكة من هذه النقطة، ممكن تلج إلى الشبكة من هذه النقطة، ولماذا لا ممكن تلج من الشبكة في هذه النقطة هذه. فوالا، إذا قد تلج إلى الشبكة عبر مسارات مختلفة. شنو العامل اللي مطلوب في التمرين غيتغير؟ هو في زيرو، يعني بغينا نغيروا لافيتاس في صفر. تتلاحظوا بأن الولوج للشبكة تيتم عبر مجموعة من النقاط، أدناها هي هذه وأعلاها هي هذه. نسمي مثلا أدناها هي أ وأدناها هي ب، ما كاينش فوق ب وما كاينش تحت أ، إذا محدودين ماجوري أونتر أ إي ب. باش نلقى لي فالور دو في زيرو خاصني لوغ سكون دي في زيرو أونتر أون فالور ماكسي مينيمال، هذه سميتها عملية ديال التعطير. إذا خاصني في البي أولا في زيرو كاينة في معادلة المسار، معادلة المسار ترتبط بإكراك وماذا؟ وإكس. ها الا بغيت نجبد في زيرو خص تكون عندي معلومات حول ايغريك و اكس على اساس ان الكره تلج الى الشبكه. غتلاحظوا معايا واحد الملاحظه، كي من اي نقطه ولجت الكره الى الشبكه جميع النقط هادو عندهم لا ميم اكس. غتلاحظوها معايا مزيان، يعني ان هاد النقط هادو اي نقطه دخلت منها الكره الى الشبكه إلا درنا عملية إسقاط سي لا ميم فالور دو إكس. شحال فالور دو إكس؟ هي المسافة من هنا إلى أصل المعلم سي تادير 25. إذا ولوج الكرة إلى الشبكة غيعطينا إكس ثابتة. من أي نقطة ولجت الكرة فإن إكس تأخذ نفس الرقم اللي هي الدي تساوي 25 متر. السؤال المطروح، واش من اي نقطة ولجت الكرة الى الشبكة واش إكراك تبقى هي الثابتة؟ هذه تيبان لي لا، لان قد تلج من ا، قد تلج من ب، قد تلج من مجموعة النقط، وكل نقطة في هذا النقط في هذه الشبكة هذه عندها إكراك تختلف، ولكن تبقى مؤطرة بعددين. غتلاحظوا بان إكراك محصورة بين ماذا وماذا؟ قلنا ما يمكنش تفوت بي، يعني ان إكراك غتكون اصغر او تساوي إكراك بي، وما يمكنش تجي تحت من ا، الشبكه راه كاينه في ا ما كايناش تحت الارض. اذا غتجينا هنايا إكراك ا، شحال لا فالور ديال إكراك ا بالاسقاط؟ هي صفر. لا فالور دو إكراك بي الا درنا اسقاط إكراك بي هي لا ديستونس هادي سيتادير هي اش إكراك بي هي اش، غادي نعود هادي باش. لقيت واحد المدخل مني غادي ندوز العملية ديال التعطير، يعني باش نعطر دابا لي في زيرو أنا غنطلق من التعطير ديال إكراك. كيف العمل؟ غنحيد إكراك، غندخل معادلة المسار كاملة، فوالا. إذا غنحيد هادي، روكاردي
غادي نحتفظوا بصفر، غادي نحتفظ هنا ب اش، غادي ندخل y هذه المعادله كامله ناقص 5 سور في 0 كاري كوس كاري الفا اكس كاري بلس تانجنت الفا في اكس. قلنا اكس حل تساوي 25، اذا غادي نعوض هذه ب 25 هذه بيان سور، استثنى هنا نفس العمليه هنا 25 الفا 30 درجه لا فالور دو اش كاينه في التمرين 244 متر، لا فالور دو في زيرو ان با توشي هادي ما نقيسهاش لان تنقلب عليها، الفا كاين 30 درجه. اذا غتعطينا هي هادي غادي نمشي نعوض، غتعطينا في الاخر غادي تبقى ليا في المقام في زيرو كار كاين ام موان، شكون اللي غيبقى ليا؟ خصني ندير 5 مضروبه في 25 اس 2 الكل قسم على كوسينوس او كاري ديال 30. هاد العمليه كامله غادي تعطينا لا فالور ديال سي ناقص سي موان 4223 موان 4223 هي 5 فوا 25 او كاري سور كوسينوس او كاري الفا هادي زائد طونجون ديال 30 0.57 فوا 25 هاد لو برودوي غادي يعطينا 14.25 انفيريور ايكال 2.44. اذا غادي نبدا نتمشي باش ناطر في الاخر في زيرو كاري، كيف العمل؟ غنحيدو هادي، كيفاش غنحيدها؟ غنقصها من الاطراف كامله، غادي ندير هنايا موان 14.25 وغادي ندير حتى في اليسار غتعطينا الصفر ناقص 14.25 هي موان 14.25 وغنقصها من هنا تحيدت. العملية ديال التأطير بدات تبان في الاخر، اش عندي؟ موان 14.25 انفيريور ايكال اكوا ناقص 4223 سور في زيرو كاري اصغر او تساوي 2.44 ناقص 14.25 ناقص 11.81 هاي غتلاحظوا معايا بان بدينا نقربوا لفي زيرو، خاصني نحيد هادي وانا باغي في زيرو كاري. اولا كاين لي موان غنضرب كلشي في ناقص، في اتونسيون ملي تنضربوا كلشي في ناقص غادي تغير سميتو المتساويه، ولكن غندير واحد العمليه غنخلي هنا اصغر وتساوي غندير 4200 و 23 سور في زيرو كاري ملتيبلي بار موان غندي بلاصي هذه هنا وهذه لهاد الجهه غتعطينا 14.25 11.81 اذا محصوره بين اون فالور ماكس اون فالور مينيمال في زيرو كاري. اما غنقسم كلشي على 4223 ابري غادي نجبد في زيرو كاري، ولا ممكن ندير واحد العمليه نقلب هادو غتعطينا في زيرو او كاري سور 4223 هادي غتقلب غتولي ان سور 14.25 هادي غتقلب غتولي ان سور 11.81 اشكال شنو هو؟ هاد المتساوي هادي ملي تنقلبو اش تنديرو؟ تنغيرو هادو اكبر او تساوي اكبر او تساوي. غتعطينا واحد على 11.81 واحد حدا على 11.81 0.084 هادي هادي 0.084 تعطينا في زيرو او كاري سيغ 4223 واحد على 14.25 0.07 فوالا. يمكن لي ندير عملية أخرى غندير في زيرو كاري سيغ 4223 مؤطرة بين اون فالور ماكس مين تنغير الترتيب هنا غتعطينا 0.0
84 هنا 0.07 هذا لو نمبر العملية هي هذه بقات لي 4223 خصها تحيد غادي نقبط الأطراف كاملين غتضرب في 4223 في الأخر هذه غتحيد غتبقى في 0 أوكاري محصورة بينا 0.084 في 4223 هذه غادي تعطينا لافالور ديالها 354.7 354.7 0.07 إلى ضربت في 4223 تعطينا 295.61 بقات لي في زيرو خصني نحيد لو كاري غنديرو جدر مربع جدر مربع ديال في زيرو كاري صفر زيرو لاغاسين ديال هاد الرقم هذا غادي يعطينا 18.83 و لاغاسين تاع هاد الرقم هذا غادي يعطينا 17.19 إذن الكرة اللي كيتالج الى الشبكه ما خصش في زيرو تفوت هاد الارقام جوج هادي سي لا فالور ماكس ما ديباسيش 18.83 وما تهبطش على 17.19 السؤال رقم جوج السؤال رقم جوج طلب لي في السؤال الاولاني بين ان الكرة ستمر فوق الجدار سافو ديغ ان هذا اللاعب غادي يقذف الكرة راه ممكن يقذف الكرة ويقيس الجدار هما قال لك سيدي بين بان تمر فوق الجدار سافو ديغ كوا الا كانت هذه الكرة تمر فوق الجدار ناخذ مثلا واحد الحالة ايماجيني هكا تمر فوق الجدار باش نبين تمر فوق الجدار غادي نجيو لهاد النقطة اللي فيها هاد اللاعب هذا لأن غدوز فوق الراس ديالو غادي نشوفو النقطة نختار واحد النقطة ام ولكن هاد النقطة ام خصها تجي مع الجدار يعني خصها تجي مع الشخص هذا غادي نشوفو هاد النقطة شحال تساوي ايكغيك ديالها ايكغيك ام سيتادير هي هادي ايكغيك ام هي هادي اون فوا غادي نلقى ايكغيك ام من المعادلة المسار غنكومباري مع اش بريم وغادي يبان لي الجواب ملي غادي نجيبو ايكغيك ام غادي نشد المعادله ديال المسار ديالي ها هي باقا مكتوبه غادي ندير هنا ايكغيك ام غندير اكس ام غندير اكس ام ايكال كوس الفا كاينه التمرين شكون اكس دو ام اكس ام بالاسقاط هي دي بريم هادي سي دي بريم هادي غتعطينا دي بريم او كاري لي دوني كلشي عندي في التمرين عندي لا فالور دو في 0 سي 17 الفا سي 30 اكس هي دي بريم تبقى لي كالكول الا درنا التطبيق العددي جو فو دون لو ريزولتا مباشره لو ريزولتا غادي يعطينا سي 3.29 متر يعني ان هاد الكره هادي غادي تمر من واحد النقطه يعني ان الكره ستمر من نقطه ذات الاحداثيات ذات الاحداثيات اكس سي 9.15 والارتوب هو ايكغيك ام تساوي 3.29 اش تلاحظوا الى قارنتوا هاد لا فالور 3.29 مع لا فالور ديال اش بريم 1.75 غتلاحظوا بان الي سوبيريور اش بريم سافو دير ان الكره ستمر فوق الجدار السؤال الاخر ما الفرق تيطلبوا هاد المسافة هادي يعني على أي مسافة ستمر نسمي مثلا جو سي با دي كبيرة مثلا فوق الجدار سافو دير كوا هي إكغيك إم و أش بريم إذن هاد المسافة اللي هي دي غتعطينا إكغيك إم إم و أش بريم وغادي ندير التطبيق العددي ديالي وغادي نلقى بأن لا فالور ديالها تحسبوا ماشي مشكل السؤال الأخير السؤال الأخير
السؤال جوج جوج، هل ستدخل الكرة المرمى؟ إذا كان الجواب بنعم، كم تكون سرعتها عندئذ لحظة دخولها للمرمى؟ يعني أن هذه الكرة احنا عارفين بأن تمر فوق الجدار، ولكن واش غتدخل المرمى ولا لا؟ لأن غادي تمر فوق الجدار، من يدري تدوز من هنا؟ تمر فوق الجدار يمكن تدوز من هنا، تمر فوق الجدار تدوز فوق الشبكة، تمر فوق الجدار طيح قبل ما توصل الشبكة. إذا باش غادي نعرف هنا واش هاد الكرة هادي ستلجو، يعني واش غتدخل الشبكة ولا ما غاديش تدخل الشبكة. إذا رجعنا للمعادلة ديال المسار، على معادلة المسار هي كاين بزاف ديال الطرق اللي يمكن لينا نعتمد عليها باش نعرف واش هاد الكرة ستلجو ام لا. من بيناتها مثلا مبرهنة بالخلف، نفترضو افتراض، ماشي نفترض، افتراض نفترضو انها ستلجو الى الشبكة. الا كانت الكرة ستلجو الى الشبكة صافي ديال كوا، يمكن تقيس في هاد النقطة، تقيس في هاد النقطة، تقيس في هاد النقطة، يعني ان النقاط كلهم اكس ديالهم غيكون معروف. هاو اكس شحال غتساوي لا فالو دو اكس؟ هي الدي اكس ثاني هي الدي. قلت افترض ان هذه الكره تلج الى الشبكه، اذا تلج الى الشبكه ناخذ اي نقطه كما بغينا، هي اكس ديالها هي 25 فوالا هي الدي، غنعوضها وغادي نحسب ايكغ. عندي لا فالو ديال في زيرو، عندي لا فالو دو الفا، غادي نعوض الارقام كاملين وغادي نخرج لا فالو دو ايكغ، غادي نعطيكم لا ريبونس. بالنسبه لي ايكغ غادي تلقاو ناقص 0.125 متر، هذه اللي عطاتني ايكغ. من خلال الجواب هذا حنا الا كانت الكره تلجو الى الشبكه، ايكغ غتكون محصوره بين ماذا وماذا؟ درنا قبيله، ايكغ غتكون محصوره بين ماذا؟ بين اش وصفر، خص تكون بين اش وصفر. بما ان لا فالور اللي خرجت لي ما دخلش في هذا المجال، صافي دير كوا ان الافتراض خاطئ، يعني ان الكره لن تلج الى الشبكه. نمر الى التمرين الثاني، نفس المعطيات، نفس التمرين، يشبه تماما نفس التمرين السابق الاول. قذيفة يتم ارسالها من او بسرعة بدئية في زيرو مائلة بزاوية الفا، مألم الدراسة اير او اس جي غاليلي، حركة سقوط الحرش الجامي، احتكاكات مهملة. السؤال الاول نريد المعادلتين الزمنيتين اكس و ايكغ من خلال التمرين اللي قبل. المعادلة غادي نعطي الجواب لان نفس الطريقة، هي في صفر مضروبة في كوس الفا في تي،
والمعادلة الزمنية الثانية هي موان زان دومي جي تي كاري زائد في زيرو سينوس الفا الكل في تي. هذه المعادلتين الزمنيتين لهذه الحركة بغاو التعابير. السؤال الثاني السؤال يرتبط بالمدى لابورتي. طلبوا مني باش نبين واحد لافورميل. لابورتي هي في زيرو او كاري مضروبة في السينوس ديال اثنان الفا ديفيزي باغ جي. فوالا اشنو هي لابورتي؟ اشنو هو المدى؟ المدى هي المسافة الفاصلة بين نقطة انطلاق القذيفة ونقطة سقوطها على سطح الأرض، يعني هذه المسافة هذه أو بي، يعني أن المدى هو المسافة أو بي. طلبوا لي نبرة هنا هذه. مدى تمثل أو بي؟ هي الأفصول ديال بي. إذا القضية فيها الأفصول. إذا بغيت نجبد إكس مشيت للمعادلة الأولانية، عندي إشكال في الزمن، ما عنديش أنا الزمن في النقطة بي. مشيت للمعادلة الثانية نفس الإشكال، هذا الزمن اللي فيه مشكل، نقصي نحيدو، يعني غادي نجبد معادلة المسار. غادي نجبد الزمن من الأولانية نعوضو في الثانية، بحال التمرين الأول غتعطينا إيكغيك إيكال موان جي سيغ جوج في زيرو كاري كوس كاري ألفا ملتيبلي بار كوا إكس كاري بلوس تانجونت ألفا فوا إكس. المدى سي كوا اكس بي، دونك غنخدم هنا ايكغيك بي اكس لي بي اكس لي بي اورتوب ديال بي. اسقاط بي على محور الاراتي بغات تعطينا صفر، غتبان لي هنا غتبان لي الدرجه الثانيه في اكس بلا ما ندخل في الاشكال ديال ديال دلتا، علاش؟ لان كاين لو زيرو هنا. غادي نعمل باكس لي بي، غتبقى لي موان جي فوا اكس لي بي على جوج في زيرو كاري كوس كاري الفا بلس. عملت اكس بات بقى لي طونجونت الفا. فوالا بما ان اكس لي بي تخالف صفر عندي جداء، اذا الطرف الثاني منعدم. غنمشي نكتبو هنايا، دونك غتعطينا موان جي في اكس لي بي سور 2 في 0 كاري كوس كاري الفا بلس طنجونت الفا ايكال اكوا ايكال 0. من هنا خصني نجبد اكس لي بي اللي هو المدى. غادي ندوزو زائد الطرف الاخر، نغيرو له الاشاره اللي هكا، غنختزل بناقيس. اوكي غادي نجبد اكس لي بي اكس بي سي كوا سي 2 في 0 كاري فوا كوس كاري الفا فوا طنجونت الفا. طنجونت الفا شنو هي؟ سين الفا سور كوس الفا ديفيزي باغ ما تنساوش جي. اوكي غتعطينا ايكال في 0 كاري لو 2. غادي نختزل بواحد الكوسينوس، هذا غيحيد يتحيد لو كاري، بقات لي كوسينوس الفا سينوس الفا سور جي. لا ريبونس لي بغو ماشي هي هادي، كاين واحد دوس، كاين واحد السينوس ديال دوز الفا في الرياضيات. تتعرفوا واحد المساله اشنو هي دو كوس الفا سين الفا في لي ماتيماتيك؟ دو سين الفا كوس الفا في لي ماتيماتيك هي السينوس ديال دوز الفا، يعني ان الجواب اللي طالبين هو هذا. اذا غتولي عندي اكس لي بي اللي هو المدى سي لا ديستانس او بي سي كوا هي في زيرو كاري هي في مدى سينوس ديال دوز الفا ديفيزي باغ جي. وهاد العلاقة هي اللي مطلوبة في التمرين. السؤال الثالث، السؤال الثالث باستعمال عدة معلوماتية مناسبة تم الحصول على الوثيقة جانبه الممثلة لمسارات حركة جي بالنسبة لنفس القيمة في زيرو مع الفا زيرو كارونسا. يعني درنا واحد الاكسبيريونس اخرى، شنو درنا فيها؟ تنصيفطو قذيفة، يعني عندنا ثلاثة الحالات، الاولانية بالنسبة لواحد الزاوية الفا اثنان،
هذه الزاويه الفا زيرو قلنا في لي دوني 45 دوغري الفا ما عندناش، يعني تنغيروا الفا ودرنا ثلاثه ديال التجارب ثلاثه، كل منحنى يوافق واحد الالفا، غير اللي تيتلاحظ هنا بالنسبه للالفا 1 اي الفا 2 نفس اكس 75 متر. بار كونتر بالنسبه للالفا 0 هنا الفا 0 سي، يعني المدى هنا 80 متر والمدى هنا 75 متر. السؤال الاول بوتيتا الف. السؤال الاول عين قيمه المدى الموافق للزاويه الفا 0 بالنسبه للالفا 0 45 دوغري. غادي نمشيو للمي ديال 45 دوغري، تيبان ليا اكس ديالها سي كومبيان سي 80 متر، اذا المدى هو 80 متر. ثم استنتج قيمة في زيرو، يعني السؤال عندنا اكس بي قال لي استنتج لا فالور دو في زيرو، عندي لا فورمول اللي قبل ها هي لا فورمول. غادي نمشيو لاكس لي بي هي في زيرو او كاري في سينوس ديال دوز الفا سيغ جي، وغادي نجبدو في زيرو. ها غتعطينا في البداية في زيرو او كاري هي اكس لي بي مضروبة في جي وغنقسم على السينوس ديال دوز الفا، غنحيدو لو كاري وغندخلو لا راسين. دونك في زيرو سي كوا، غتعطينا غاسين ديال اكس لي بي 80 لا فالور دو جي 10 الفا 45 فوا دو 90 السينوس ديال 90 واحد، يعني غتعطينا لا غاسين ديال شحال ديال 800 هي 28.28. هادي سي لا فالور، سي لا فالور ديال في زيرو. ها سي لا فالور دو في زيرو. اوكي بالنسبة للمعطيات في التمرين إلى رديتو البال، المنحنيات بثلاثة معطينا فيك لا ميم فالور دو في زيرو، راه كاينة في لي دوني سيتادي غادي كورب كاملين بثلاثة لي تروا نفس فالور دو في زيرو، يعني هاد لا فالور إلا احتاجيناها غادي نستعملوها في لي دوني أبغي. اوكي السؤال هذا السؤال أليف. السؤال باء، سؤال باء حدد قيمة الزاوية الفا 1، بغينا لا فالور دو الفا 1. الفا 1 عندها اكس ديالها 75، بغينا لا فالور دو الفا 1. غنمشيو للعلاقة ديال المدى اكس لي بي هي في زيرو كاري فوا سينوس ديال دوز الفا سيغ جي. لا فالور دو اكس قلنا بأن هي شحال هي 80، هي الفا 1 و 75 عفوا لاف الفا 1 اكس 75 تعطينا في زيرو كاري ملتيبليي باغ سينوس ديال دوز الفا سيغ جي. اوكي خاصني نجبد دابا الفا، دونك في البداية غادي نحسب السينوس ديال دوز الفا. السينوس ديال دوز الفا هي شحال 75 ملتيبليي باغ جي سي 10 ديفيزي باغ في زيرو او كاري، في زيرو او كاري هي 800، 75 في 10 هي 750 ديفيزي باغ 800، 750 دونك عندنا 750 ديفيزي باغ 800 سي 0.93. غادي نديرو السينوس موانزا ديال 0.93، تعطيني 68.43 درجة، يعني هذه السينوس ديال 68.43 درجة. إلا كاين عندنا السينوس ديال دوز ألفا تساوي السينوس ديال 68.43، صافي دير كوا دوز ألفا هي 68.43، إذا ألفا 1 غتعطينا 68.43 تديفيز باغ 2 تعطينا 34 درجة تقريبا ابوبي. دونك لا فالور دو الفا 1 اللي عطاتني المدى 75
هي 34، ولكن تلاحظوا واحد الحاجه، كاينه الزاويه اخرى تعطي نفس المدى، راه كاين دو فالور، هذه راه معروفه، كاين دو فالور، ديما دو فالور ديال الفا اللي ممكن تعطيني نفس المدى، وهاد لي فالور الا تجمعوا تعطيونا بي سور 2، وراه كاينه في لي دوني. حدد قيمه الفا 2 علما ان الفا 2 كبر من الفا 1 ولا 90 درجه. الا كانت لا 90 درجه سافي دير الفا 2 هي 90 ناقص 34 درجه، ها وغتعطينا هي 56 درجه بالنسبه للالفا 2. اوكي، السؤال 3 جوج، غندوزو الى السؤال 3 جوج. السؤال الف، السؤال الف، عند قمة المسار تكون سرعة القذيفة جي هي في ا بالنسبة للزاوية الفا ا، تنتكلم على قمة المسار. منين القذيفة غدوز من قمة المسار؟ إلا كانت الزاوية الفا ا لا فيتاس هي في ا، في ا سي لا فيتاس في قمة المسار، و في 2 نفس العملية بالنسبة للالفا 2، الزاوية الفا 2 لا فيتاس في قمة المسار هي في 2. هاد لي فالور دو في اللي معطيين هنا في المعطيات تيتعلقوا بقمة المسار، لا فيتاس في قمة المسار. على ذكر فيتاس في قمة المسار تتكون موازية لمحور ماذا؟ الأفاصيل. السؤال وهو السؤال أليف، بغينا التعبير القسمة في 1 سور في 2 بدلالة ماذا؟ ألفا 1 و ألفا 2 en fonction دو الفا 1 اي الفا 2. بغينا واحد العلاقه غتربط ليا في 1 و في 2 والفا 1 والفا 2. اشنو هي في 1؟ هي لا فيتاس في لوسومي. خصنا نعرفوا بان لا فيتاس الاحداثيات في اكس و في ايغريك، لان لا فيتاس هي غاسين ديال في اكس اوسي 2 زائد في ايغريك اوسي 2 في قمة المسار. الى بغينا في اكس في ايغريك اس، بالنسبة لفي اس بحكم ان موازية لمحور الافاصيل اذا عمودية على ايغريك، اسقاط هنا على ايغريك تعطينا صفر، اذا هذه ما كايناش. بقات لي في اكس في السؤال الاولاني، في اكس هي في زيرو، هي في زيرو اكس، وفي زيرو اكس هي في زيرو كوس الفا، يعني ان في ان ماذا تمثل في 1؟ هي في 1 هي في 0 كوس الفا، هيا. وماذا تمثل في 2؟ ولكن كي الالفا الفا 1. ماذا تمثل في 2 ايضا؟ قلنا في هي في اكس، وفي اكس هي في 0 كوسينوس الفا، تعطينا في 0 كوس الفا، ولكن اتونسيون في 2 ترتبط بماذا؟ الفا 2. نريد علاقة بين في 1 في 2 الفا 1 الفا 2، خص في 0 تحيد قسمة. اون فوا غندير القسمة غتعطينا في 1 سور في 2 اختزل في 0 غتعطينا كوس الفا 1 سور كوس الفا 2. ها لا ريبونس، العلاقة التي تربط في 1 في 2 الفا 1 و الفا 2.